حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحالة على راديو كامل محطة على المحطة. أعزائي المستمعين السلام عليكم. اتكلمنا في القعدة اللي فاتت عن شكل المنزل في الصعيد زمان، وطبعا زي ما قلنا إن العريس الجديد في العيلة هيقعد في البيت ده مع أهله، ومش بس الظروف الاقتصادية هي السبب في إنه مش بيكون له بيت مستقل، ولا إنه مثلا صعب يبنوا له بيت لوحده، لأن زي ما عرضنا البيت بسيط جدا ومش بيتكلف حاجة تقريبا، لأنه كله من مكونات البيئة الزراعية في الصعيد. دي كلها أمور مقدور عليها، لكن فيه سبب مهم جدا لعادة زواج الواد في بيت أبوه، وهو إن الزواج في الصعيد في الوقت ده كان تقريبا زواج عيال صغيرين. يعني لو راح واحد دلوك جوز بنته وسنها 12 سنة يقولوا عليه مجنون، وقانونا برضو ما ينفعش. وبرضو الواد اللي بيكون سنه 14 أو 16 سنة، عشان كده لازم الواد يتجوز في بيت أبوه، لأن مش بيكون عنده خبرة في الحياة الزوجية بشكل عام، والبت برضه بتكون صغيرة، يعني ما تقدرش تتحمل مسؤولية بيت لوحديها، تطبخ وتخبز وتربي طيور ومواشي وترعي زوج وعيال. لكن وجودها في بيت أهل جوزها بيديها فرصة كبيرة إنها تتعلم من حماتها شغل البيت، لما بتساعدها في الطبيخ والخبيز، وبرضو بيكون الحمل خفيف عليها شوية لأنها تعتبر في حكم الطفلة ومش هتستحمل الشغل ده كله لوحديها. وبرضو الواد بيتعلم من أبوه وبيساعده في شغل الغيط والتجارة، وبيتعلم كيف يعتمد على نفسه ويراعي الأرض ويزرع لوحده. وكمان لو عاش لوحديهم في سنهم الصغيرة دي ممكن كل شوية يعملوا مشاكل مع بعض، يعني مثلا لو سبت 2 أطفال مع بعض ساعة هتيجي تلاقي واحد خالع للتاني عين، واخلع لك عين وتخلع لي عين ونعيش عور احنا الاتنين. يعني مرعي مثلا يوم جوازه كان يوم ما طلعت له الشمس، الضيوف كانت قاعدة في الدوار مستنيين العروسة تيجي من بيت أبوها، وهو عمال يلعب استغماية مع واد عمه في الغير، وفضلنا ندور عليه اليوم كله، ولما لقيناه وكنا عايزين ناخده على البيت طار منينا ومرجعش البيت غير بعد 3 أيام. ومرته قاعدة يا عيني في البيت تبكي وتنوح وتقول عايزة اروح لأمي، كانت جوازة مجندلة. هتبحلك فيا ليه يا ياد؟ مش ده اللي حصل؟ بس خلاص بقى كانت أيام دلوك مرعي ما شاء الله معاه 5 عيال. ونرجع المرجوانة، عشان الأسباب اللي قلتها دي كان لازم الواد يتجوز في بيت أبوه عشان يتعلم هو ومرته وياخد الخبرة منيهم. وكانوا لما ينوي يجوز ولدهم يروحوا يبنوا له غرفة في البيت لوحده في الدور الأرضي، أو ممكن يبنوا له أوضة في الدور الثاني من البيت، والأوضة دي كانوا بيسموها الرواق، وكانت بتبقى مبنية من الطوب والطين، وبتكون مسقوفة بحاجة اسميها الفلق، والفلق ده عبارة عن نخلة ومقسمة لأربع أقسام زي العمود المسلح اللي بيرموا عليه سقف الخرسانة. وفوق الفلق كانوا بيرصوا جريد النخل وبيغطوا جريد النخل بالقش، وفوق القش كانوا بيفرشوا عليه الطين، وكانوا يبيضوا حيطان الأوضة من الداخل بالجير الأبيض. أما الفرش اللي كان في الأوضة فبيكون حصير من الحلف، والحلف ده نبات بينمو على الترع والمصارف، وبيوجد حرفية مخصوصين في الصعيد لصناعة الحصير من نبات الحلف، وكانوا بيفرشوا الحصير بفرو من صوف الخروف،
لكن برضو كان فيه قلة من الأغنياء بيشتروا سرير من المعدن بأربع عمدان، ومعظمنا شافوا في بعض الأفلام الأبيض وأسود القديمة. وكان بيبقى في الأوضة من الداخل حبل من ليف النخيل ممدود بالعرض كده في عرض الأوضة، وكانوا بيسموه معلاق لأنه كان بيتعلق طبعا، وكانوا بيعلقوا فيه الهدوم بتاعة العريس والعروسة. والمعلاق ده كان بيأدي دور دولاب الملابس في الوقت الحالي، وكان بيبقى موجود في الأوضة لمبة جاز للإضاءة وكانوا بيسموها لمبة صاروخ. واللمبة دي كان الدخان اللي بيطلع منها بيخلي الأوضة المتبيضة بتاعة العرسان بعد أسبوع أو أقل عبارة عن حتة فحمة. وكان أحيانا بيبقى موجود في الأوضة أداة لعمل الشاي ولتسخين الوكل اسمها وبور الجاز أو الكباس، وده كان صوته وهو شغال زي مكان المصانع. يعني ما شاء الله كان العروسين بيعيشوا في مكان نقي وهادي ومسبب للسعادة. وفي القعدة الجاية بإذن الله أحكي لكم عن الجهاز اللي كانت بتجيبه العروسة معاها لبيت جوزها في برنامجكم حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاته على راديو كيمت محطة على المحطة. اقعدوا بالعافية. كنتم مع حكاوي الصعيد مع العمدة محمد شحاته على راديو كيمت محطة على المحطة. راديو كيمت محطة على المحطة.